أعزائي المشاهدين، النهاردة هوريكم طريقة أو مش طريقة، هي هوريكم إزاي تركيب البرينتر. هي برينتر سكينر. هو هنا ده هتحط في الورق، ده أول حاجة ماشي هنا، و حط هنا يتحط في الورق، ودي هنا طباعة تمام. هوريكم بقى، وهنا من هنا يتحط الكابل، وفي هنا كابل برضو. هركبها لكم قدامكم، وقدام هنا بصوا، قدام هنا هتلاقوا برضو في بتاع لازم تتحاش. هحاشها لكم قدامكم. اول حاجة الكوش ديت، خليكم معايا. هي دي اتحاشت ماشي، ده الدور، وده هيجيلكوا في البتاع ده كامل زي كده ماشي. ده بقى يتركب من ورا هنا منها. وفي كابل برضه انتوا اللي هتشتروه. هو ثمنه مش غالي. هيتحط هنا تحط كده تمام. ودولت بقى حط من قدام اللي هو الدرج اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو من هنا من هنا دوت البلاك ده البلاك ديت ممنوع اللي هي تتلمس، اللي هي بتاع الصفرة دي ماشي، ممنوع حد يلمسها، ان هو بيقولك ما ينفعش حد يلمسها. واحنا دلوقتي هنشيل ديت بتاع الصفرة تمام، وهنحطها في هنا في اليمين، نحطها بالطريقة دي احنا كده ركبنا التانية. فهنركب دي برضو، دي بتاعت الكلر دي اهم واحدة. نركبها زي شبهها لازم كده. احنا دول الاتنين دول ركبناهم، لازم يكونوا سوا بعض.